قدمت ورقك في كلية في كلية الطب، طب. دخلت طب أسنان، وبعدين لعبت سنتين بعد كده، سنة منهم مع الكابتن عوضي، سنة منهم مع ده الكابتن كان عوضي تحت 21 سنة، تحت 18. 18 كل ده لسه تحت 18 أيوة سنة. أيوة. والكابتن فتحي نصير كمان لعبت سنة معاه. بس ساعتها لما اتنقلت ل 21 سنة، كان الكابتن ماهر بقى موجود. كابتن احمد ماهر. وانا كنت ساعتها وصلت لتالتة طب، يعني كان عندي ده 20 سنة بس وصلت الانظار كلها كانت عليك من 18 لحد 21 سنة. من 16 كده. من 16، لا لما وصلت بقى 21 ايوه سنة كله رحمة الله عليك كابتن احمد نعم ماهر، هنا نعم كمان كان نعم نعم الاخ صديق نعم وحبيب نعم وعزيز علينا نعم كلنا الله الله يرحمه. يرحمك. لما وصلت بقى 21 سنة، انت ايه اللي فكرت فيه؟ هل قلت ان انا اكمل كوره ولو كملت كوره هوصل، ولو ما كملتش كوره يبقى انا خسرت طب وخسرت كوره، ده اللي انت فكرت فيه؟ انا حضرتك يا كابتن كان نفسي ومنى عيني ان انا اتني قادر على التوفيق بين الدراسه واللعب. نعم. هو الكابتن ماهر طبعا حضرتك كل ما تترقى في السن كل ما بتبقى المسؤوليات وعدد التمرينات اكتر. طبعا. فالكابتن ماهر قال لي بص يا علي هتيجي اهلا وسهلا على طول ليك كده. مكان، مش هتيجي انا ما اعرفش انت بقى. لان هو ده النظام. بالظبط. وانا ساعتها كنت في الكليه بخلص بقى 6 مساء وسبعة مساء السكاشن العمليه وبتاع، فما كانش اي فرصه ان انا اقدر اكمل في الوقت ده. في الوقت ده هو المشكله ان هو مش عاوز ياخد قرار دي صورتي باستبعادي، يا دكتور عادل بنقطع كلامك. دي مناقشه الدكتوراه كده يعني. انا دولت الساده المناقشين اللي ناقشوني اثناء الدكتوراه يعني. الدكتوراه. نعم. فهو الكابتن ماهر كان في تقليد زمان يا كابتن مصطفى في النادي الاهلي، كانوا بيعملوا افضل ناشئ على مستوى الشهر. نعم. ياخده ازاي؟ يشوف هو لعب الماتشات كلها ولا لا، ايوه غاب كتير. تمارين ولا لا، ايوه خد انذارات في الماتش ولا لا. نعم. وكان بعض المدربين يدوك درجة من 10 في كل ماتش. انت حضرت مع كابتن مصطفى حسين كان طبعا موجود؟ كان رئيس قطاع الناشئين الله يرحمه. ده ابو الاشبال، ده هو ده بقى اللي ايه اللي يعني الله يرحمه ويحسن اليه، ده ابونا كلنا. نعم نعم. فكان بيدي درجات بقى. كان بيدي درجات كل مدرب، وبناء على الاربع مجموع الدرجات في الاربع ماتشات بتاخد احسن لاعب. يديك احسن لاعب. خدتها كام سنة؟ انا خدتها سنتين. سنتين على مستوى الفئة. وانت كمان في كلية الطب، وانا كنت كنت في كل لا كان اولى ساعتها وتانية. لا كان ساعتها بقى من 16 ل 18. من 16 ل 18. كنت قبل ما اخش الكليه. اه فكابتن احمد ماهر الله يرحمه الله يرحمه شايف ان الراجل ده لعب اساسي مع كل المدربين وملتزم وملتزم ومواظب وخد احسن لاعب. فمش هيمشيني ازاي؟ ما هو مش ما هو في حيره، طبعا. مش عارف ياخد القرار، وفي نفس الوقت مش عارف لا مش عاوز يلعب مش هيقدر يلعبني لما بيجيش. طبعا. قال لي بص بقى انت مشكلتك مع كابتن حسن حمدي. كان الكابتن حسن مدير كوره. كان مدير كوره. ايوه وكان ليه مكتب حضرتك في ايوه ايوه المدرج في المدرج اللي تحت ده، وهو موجود لحد دلوقتي. بالظبط. لا هم اتنقلوا للمبنى التاني اللي هو اللي كان الدرجه الثالثه، اتعمل هناك اوض واتعمل كل نعم حاجه. انا ما بروحش لان طبعا تهد ال المدرج ده. تهدى. فروحت للكابتن حسن، انت مشكلتك ايه؟ قلت له انا ما عنديش مشكله كابتن، ده الكابتن ماهر بعتني لحضرتك. ايوه انا عاوز ايه؟ قلت له والله انا يعني عاوز استغنى. عاوز استغنى. اما هو يا كابتن مصطفى انت كنت خدت دقيقة واحده، انت كنت خدت قرارك يعني لما انا قعدت مع كان نفسي الكابتن. اكمل حضرتك، بس الكابتن ماهر بيقول لي تيجي كل التمارين دي اهلا وسهلا بيك. طب انت قلت عاوز استغنى، ما ممكن الكابتن حسن حمدي كان وافق لك على ما هو الكلام ده. الكابتن حسن ما اتنقلتلوش المشكله بقى الا طب لما انت ما الكابتن ماهر. حكيتوش ليه انت؟ ما انا ما اقدرش اروح لمدير الكوره مني لنفسي كده كابتن، لازم ما هو مش قال لك الكابتن ماهر هو اللي بعتني بقى. طيب ما قلتش فانا ما حكيتش ليه الكابتن ما هو حسن؟ انا حكيت له بقى. قال لك ايه بقى؟ قلت له انا طالب من الكابتن ماهر استغنى. قال لي ليه؟ قلت له ظروفي كذا كذا كذا. قال لي لا انا هكلم لك الكابتن ماهر يديك فرصه ويشوفك. فعرفت ان الكابتن حسن حمدي ما عندوش خلفيه عن الموضوع. قلت له كابتن حسن انا مش عاوز فرصه. فرصه ازاي وانا لاعب في النادي 4 سنين ستاندنج ومحقق 4 بطولات ومن الناشئين المميزين على مستوى وده مش بيكلمك انت، بيكلم المدربين.
قلت له ازاي اربع مدربين يدربوني، اربع مدربين مختلفين وكلهم يقولوا لا الراجل يجمعوا على انك انت احسن لعيب، فاكيد ما فيش مجامله فيها. لما قلت له كده ايه قال لك ايه بقى؟ قال لي طب انت مشكلتك ايه؟ قلت له مشكلتي الكليه كذا كذا. قال لي طب نساعدك في الكليه وبتاع وعاوز ايه؟ قلت له انا وقت، الوقت هو المشكله بالنسبه لي. قال لي طب ايه المشكله اما تضحي شويه؟ انت مش عندك، انت شوف كام ألف واحد بيتخرجوا من كليه التجاره. هو كابتن حمدي حسن حمدي خريج كليه التجاره. قلت له قال لي فيهم كام واحد حسن حمدي؟ نعم. ما تبص للنادي الاهلي بيعمل ايه لاولاده وبتاع. فانا قلت له يا كابتن حسن على عيني وعلى راسي، بس انا ببص برضو كام لعيب. وكان فيه بدون اعطي كلامك، كان فيه الدكتور حسام البدراوي. نعم. وكمل معانا بس ما كملش مع النهايه. ايوه. وكان لعيب كويس. نعم. دكتور سمير حسن. والدكتور سمير حسن كمل شويه. أيوة معانا. أيوة أيوة. وكان معانا احنا في تحت 20 سنه 21 سنه كان محسن سالم، دكتور محسن سالم. أيوة. والدكتور جلال عبد الرازق. ايوه. دول كان بس ما قدروش يكملوا برضو بنفس اللي انت بتتكلم عليه. والدكتور علي زيور ابن والدكتور علي زيور طبعا ابن الكابتن علي زيور رحمه الله عليه. والدكتور مدحت مصطفى. والدكتور مدحت مصطفى رحمه الله عليه. كل شيء بقى رحمه الله. نعم. هي دي الدنيا. تغمدوا بواسع الرحمه. بس طبعا يعني هما طبعا ادوا كويس قوي لمرحله معينه وبعدين وما قدرتش بقى خلاص يكمل. انت لما بعد الكابتن حسن حمدي انت قعدت بينك وبين نفسك، هل انت اللي خدت القرار خلاص انا مش قادر اكمل؟ ما انا هقول لحضرتك. انا قلت للكابتن حسن انا باصص لي يعني الطب كحاجه اساسيه في حياتي، والرياضه دي هوايه وممارسه واتمنى اكمل فيها بس مش على حساب الطب. بس كنت خايف من اخواتك بقى ولا لا في نفسك ولا انت كنت واخد القرار؟ وبعدين انا كنت في الكليه يا كابتن مصطفى خلاص، يعني مرحله الثانويه العامه دي خلاص عديت، يعني دخلت الكليه طبعا اخري طبيب يعني طبعا. فهو بص كده وقال لي انت مالكش استغنى عندي. ما انا على اساس انت ايه بتقول لي انا عاوز استغنى؟ كنت هتروح فين؟ ما هو انا يا كابتن عاوز اشوف فرصه في اي حته. ما هو كابتن ماهر انت صعبان على نفسك. يعني طب انا اللي خلاني كملت في ثانويه عامه اللي هي المرحله المفصليه، طب انا ابقى في قلب الكليه وبعدين ما اقدرش اكمل، طب ليه؟ فيا كابتن ماهر يقول لي بص انا راجل تعليمات، ما هو ده سيستم شغال في طيب الكابتن حسن قال لك مالكش استغنى. مالكش استغنى، انا طلعت يعني الدنيا مسوده في وشي. مالكش استغنى يعني النادي الاهلي مش هيديك استغنى؟ يعني ما يعني مش هديك استغنى وهتقعد معانا. مجرد ما مش هتتأيد خلاص يبقى انت فري. ما هو لو انت مش هتتأيد خلاص يبقى انت اوريدي خدت استغنى. انما قال لك مش هديك استغنى. يعني هتتأيد في القايمة. يعني هتتأيد. هتتأيد في القايمة ومش هتلعب في حتة تانية ولا تلعب في النادي الاهلي لو بطل كورة. ما هي دي؟ انا طلعت طبعا الدنيا يعني مش عارف راسك من رجليك بقى. خلاص الدنيا اتقفلت. والكابتن حسن هو ده كان اخر مرجع بقى بالنسبة لنا. كابتن ماهر بعتني ليه. كابتن ماهر الله يرحمه حطك في الحيطه. هو مش عاوز ياخد القرار. لا لا ما يقدرش. ما فيش حد عندنا في النادي طول عمر لحد هذه اللحظه. النادي الاهلي مش اي حد بياخد قرار فيه. فطالع وانا بقى يعني كده الدنيا مظلمه في وشي الكابتن مصطفى حسين الله يرحمه ويحسن. الله يرحمه ويحسن ليه. خدني في صدره. قال لك؟ خدني في صدره. كان ساعتها موجود بقى. ايه الموضوع؟ قلت له والله الوضع كذا كذا كذا. والكابتن مصطفى ابو الناشئين في النادي ده ابونا كلنا في كل حاجه مش في الكوره بس. قال لي طيب يا علي ربنا يسهلها بس. واتحلت يا كابتن. ازاي؟ علي احمد يقول لنا كده من الصبح وجعت قلبنا. بس انا حضرتك ايه بقى؟ روحت بعد الاجتماع ده قعدت في البيت. طب الكابتن مصطفى حسين حلها لك ازاي؟ قال لي ربنا يسهل بس، ما قاليش اكتر من كده. تفاصيلها بقى انا يعني جت بعدين بقى، بس انا قعدت بعد اجتماعي مع الكابتن حسن حمدي قعدت في البيت خلاص الدنيا. مش الكابتن مصطفى حسين قال لك ان شاء الله هتتحل؟ اه طلعت قعدت في البيت بقى بس خلاص.